كل ما للدنيا هلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، أو يباهي به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه ليعظموه، فليتبوأ مقعده من النار، فإن الرئاسة لا تصلح إلا لله ولأهلها. ومن وضع نفسه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه مقته الله. ومن دعا إلى نفسه فقال: أنا رئيسكم، وليس هو كذلك، لم ينظر الله إليه حتى يرجع عما قال ويتوب إلى الله مما ادعى.